الجزائر تنتصر. نعم، انتصرت الجزائر اليوم كما انتصرت ذات 22 فبراير، ومنحت العالم دروسا في الانتماء للوطن، تماما مثلما منحته اليوم دروسا في الصمود والإصرار ورفع التحدي. انتصرت جزائر جمال ورياض وبغداد وبقية الأبطال، كما انتصرت جزائر الأحرار يوم أن أخرجت الطغاة والخونة والمفسدين من جحورهم، فحشروا حشرا إلى حيث كبحت شرورهم وكبلت حينئذ مفاسدهم تكبيلة. نعم، انتصرت جزائر بالماضي وحملت بسواعد أبطالها كأسا كان مزاجها تضحيات وبطولات، بل دموعا كفكفتها ختام النشوة تسلق سلم المجد، فكان الانتصار على قدر الانتصار. انتصرت جزائر الكرة وطمست بسواعد أبطالها صورة قاتمة سودتها الخيبات والعثرات والنكسات، فكان علو الهمة عنصرا فارقا في كتابة التاريخ. ويا له من تاريخ، تاريخ أعاد للجزائر اعتبارها رياضيا، تماما مثلما فعل يوم أن حرك صمتا غاضبا ثار على وقعه، وانتفض الشعب عن بكرة أبيه واجتمع على قلب رجل واحد وعلى كلمة سواء. كأس إفريقيا بين أحضان الجزائر، حلم الأمس صار اليوم حقيقة تجسدها صور التضحيات والبطولات، في انتظار أن يستفيق الوطن وأبناؤه على واقع تعتلي على إثره الجزائر الريادة على كافة الأصعدة والمستويات.